مشاهدي قناة النيل الأزرق داخل وخارج السودان، أهلا ومرحبا بكم. أمنيات حلوة ولقاء يتجدد، وإن شاء الله أي هذه الأيام وهذه النفحات المباركة. تحية للسودانيين في كل أرجاء السودان وخارجه، في مهاجرهم وفي مغترباتهم وفي حلهم وترحالهم، عليهم السلام أينما كانوا. تحية خاصة أيضا لمستمعينا ومتابعينا على الإذاعة، إذاعة النيل الأزرق BNFM، تحياتي مصعد الصاوي. وهذه المرة اخترنا من كنوز مكتبة النيل الأزرق باقة منوعة، زي ما قال عوض جبريل، شوفوا الناس وأصل الناس، حياة ظروفه في دنيانا بنلاغي الفرح والخوف. فهي أغاني تراوح ما بين الأغاني الطربية الراقصة وأيضا الأغاني اللي فيها الشجن وفيها الحزن، وكلها هي ثمار للوجدان السوداني وثمرات للوجدان السوداني. نبدأ بالعبقري أحمد الجابري والملحن الكبير أحمد زاهر، دروب محبة. وهذه أغنية من الأغاني الجميلة دروب محبة، اسمعها بمشاركة أداء محمد زمراوي والمجموعة. دي سهرة كانت من السهرات المميزة في قناة النيل الأزرق سيدي الإسم، والأسلوب الدرامي المسرحي لمحمد زمراوي برضو عنده معجبين وعنده محبينه، لأنه هذه الطريقة في الأداء برضه خلقت صعدت من نجومية سيد خليفة في فترة من الفترات، هذا الأداء المسرحي التفاعلي. نسمع دروب محبة من محمد زمراوي في مستهل هذه اللقاء إن شاء الله. أنت يا قلبي المتيم أكنت خالي، وكنت نايم ما رأيت سهد الليالي. أنت يا قلبي المتيم أكنت خالي، وكنت نايم ما رأيت سهد الليالي. كنت قايل كل شيء في الدنيا حالي، كنت خالي وكنت نايم ما رأيت سهد الليالي. أنت يا قلبي المتهيم ما كنت خالي وكنت نايم ما رأيت سهد الليالي. كنت قايل كل شيء في الدنيا حالي. شرف الريق يا مسكين يا مسكين هلا، أو جيت لقيت باب الغرام فاتح فاتح ودخلت أنا. ومي شرف الريق يا مسكين يا مسكين هلا، ابتديت تحشيك يا قلبي أو ابتديت تحشيك يا قلبي وانشغلت.
جاهيل ولا شق زكيت ساهل كنت جاهيل ولا شق زكيت ساهل كنت خالي وكنت نايم ما رأيت سهد الليالي كنت قايل كل شيء في الدنيا حالي أيدي المحبة وانت ازاي
بكره هتصحى بتلاقي الحقيقه. لما بكره هتصحى بتلاقي الحقيقه. بكره هتصحى بتلاقي الحقيقة. أو إني ما هيكون سعيدة المغادير حيث ما شات شات تسوق. انت يا قلب المتيم ما كنت خالي وكنت نايم ما رأيت سود الليالي. انت يا قلب المتيم ما كنت خالي وكنت نايم ما رأيت سود الليالي. قايل كل شيء في الدنيا حالي. يا سلام، ابداع وتفاعل، وهي دي حاله من الاداء والتطريب. هو قال كده يعني في اللقاء وفي لقاءات كثيره محمد زبراوي، قال هو لما يغني ويدخل في حاله الغنى ديت لا يستطيع ان يتحكم في نفسه ويصير كده، يعني هذه الحاله من حالات الاداء والتقمص والتفاعل العالي جدا جدا. تحية برضو لكل الفرقة الموسيقية اللي نفذت العمل ديت، بكر على آلة الساكسفون، وصلاح على الكورديون، وعمرابي وعاطف الكيبورد، وأحمد إسماعيل وأسامة. فرقة جميلة وفرقة مجودة وحافظين، يعني حافظين. ننتقل لعمل تاني برضو فيه مشاركة أداء من إيمان توفيق، ليلك يا أسمر، وهو امتداد للثنائية التي ربطت العاقب محمد حسن بسيرجادور. العاقب غنى للسيرجادور كثير، يعني حبيبي تلاقينا ألف مرة ويدللي، والعمل بتاع ليلك يا أسمر ده من ألحان العاقب محمد حسن، لكن ذهب إلى حديقة نجم الدين الفاضل. تحية لنجم الدين الفاضل ولأهلي والنوباوي، هذا المبدع المتميز الذي بدأ بداية قوية وبالتراث ثم الحقيبة ثم الأعمال الخاصة، لأن المنطقة هذه المنطقة غنية بالموروث الأمدرماني، الموروث السوداني، وأذكر من الأغاني التي بدأ بها نجم الدين وكانت أغنية زائعة الصيت في ذلك الوقت، الأغنية بتاعت يا ود باقر ليالي الأنس لزاز بالحيل سكون الساحة الخاتية رحيل، وهي من أغاني شرق النيل. أهلنا في شرق النيل
ظهر بها نجم الدين وكانت بداية قوية جدا، وصارت هذه الأغنية موجودة في كل حفلات الأعراس. لكن حلالك يا أسمر كانت البداية الحقيقية لنجم الدين، وصعدت به هذه الأغنية، ومعها طبعا الأغنية بتاعت قطعة سكر. نحن حنسمع حلالك يا أسمر ديت المرة دي من إيمان توفيق، برضو بنلاحظ هنا لقوة التنفيذ بتاع الفرقة الموسيقية، والإلكتريك جيتار هنا بيشتغل شغل أشبه بالأسلوب بتاع البيزيكاتو أو النقر على أوتار الكمان، لكن تحولت من الكمان إلى الجيتار السولو. نسمع الأغنية دي نستمتع بها.
اسمري هديت لعيوني مصهري مانع للوصال مانع هي أيضا لأفراد الفرقة الموسيقية المنفذة لؤي مبارك صالح عاطف سليمان عبد المنعم عبدو لوجا سليمان كل المجموعة اللي اشتغلت في تنفيذ هذا العمل على الأوركسترا. الموسيقيين دول برضو يا إخواننا أحيانا نحتاج أن نلقي عليهم الضوء في حالة المساهمات في حالة التذكير بأسمائهم لأنهم هم جزء شريك وشريك أصيل في إنتاج الفنون السودانية إذا كانت هذه الفنون غناء إذا كانت شغل بتاع مجامع إذا كانت موسيقى بحتة. بعد الفاصل أغنيات أحلى تتحدث عن هذه الحالة حالة المعايشة في الغناء وحالة التطريب وإيمان توفيق هنا برضه واحدة من الفنانين برضه اللي بيمتلكوا هذه الخاصية خاصية التعايش والإحساس والاندماج في معاني وظلال موسيقى الألحان. بعد الفاصل أغنيات أخرى من البرامج أحلى. جلال حمدون والتاور شكل من أشكال التعاون المستمر والأغاني يعني كل وجد نفسه في الآخر واشتغلوا مع بعض حاجات جميلة وحاجات طربية وفيها الشمس غابت دي برضه واحدة. جلال حمدون برضو من الشعراء اللي عندهم التركيب والتكوين القصصي للنص الشعري ودي ما حالة يعني متصلة بقصيدة أو أغنية بعينها لكن هذه الصياغة الدرامية القصصية موجودة في شغل جلال حمدون. وبرضو التاور بيحب يغني كثير في منطقة الشجن وكل أغاني تاور إذا ما أغلبها كلها بتغني في هذه وعنده غنية برضه زمان كانت جميلة بتبدأ برمية بتاع الجراري زي شغل الهدائين يا بريق العينة ما تطلق السحابة خلي المطر يجينا والحاجات كردفانة جميلة. لكن تاور برضه هو جزء احنا بنقول من مدرسة الوسط الموسيقية أتأثر بالرواد بزيدان بصلاح مصطفى
الفنانين الموجودين، إبراهيم عوض برضو غنى عليه كثير، وعندما صنع أسلوبه الخاص كان الأساس في هذا الأسلوب هو الموسيقار الكبير المنصوري، وده تبنى هذا الصوت منذ بداياته وانطلق به وعمل له حاجات حلوة يعني، منها أغنية صباح الخير قول صباح الخير، وغنية بتاعت مصابك سميرك دي برضها بتلخص الحالة اللي نحن بنتكلم عنها دي، اللي هي حالة المعايشة، وبنسميه في الدراما حالة الاتصال الوجداني. الاتصال الوجداني دي في التمثيل مهمة لأنها بتدي حالة التقمص، أن يكون الممثل هو الشخصية نفسها. في الغنى بتخلي المغني هو النص وهو الكلمة وهو اللحن وهو النقل. دي بنسمعها ونستمتع بها في مصابك سميرك تاور جلال حمدون. مصابك سميرك بحاول أحدي مصيري ومصيرك بحاول أحدي مصيري ومصيرك وخليك يمكن يحاسبك ضميرك بيقدر يسوي عملته توقف جبابي بعد ما شغلته جبابك مراوغ وكبريت قتلته أنا اللي كنت قايل برايا دخلت برايا كنت تغلط ونحن بلسانك لعاتبك بتبكي وترجح تصالح تجيد ما بترحم ونام كل جارح بتضحك وتقتل بنفس المنام
الخيال على دون جريد يجيك بابتسامة كمان ما تقيد لا تجبر بخاطره لا تقول بعيده خسارت الغرام قلبي زل حتى قلبه وكان لما يحشك يموت في اللي بحبه لحباك واخلص وخاف فيك ربه وريتك بعد ده ترحم تحبه 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 عليك لما تزعل ويحس بالغبينة لما تنوي ترحل دايرك تجيني وتكون جاية أطول تعطر حياتي وتخليها أجمل 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 مصابك سمير رحاوي لحدي مصيري ومصير رحاوي لحدي مصيري ومصير بخليك ينكم يحاطبك ضميره ضميرة بحاول أحكي مصير ومصير أخليك يمكن يحاسبك ضميرة. السلام. حالة التحمص هذه والوجد والمعايشة ما وقف بس على الغنى، في طبيعة رومانسية، طبيعة بتاعت أسى وشجن وحزن، لكن برضه موجودة حتى في الأغاني الخفيفة الراقصة، لأنه هذه الحالة حالة التطريب والاندماج والمزاج والرقص برضه كجزء برضه من التجربة الغنائية الموسيقية تحتاج لهذه الروح. الفنان حتى لو كانت الأغنية خفيفة والروح الغناء بها كانت كثيفة ضل، يعني هذا الطرب ما بيصل حتى لو كانت على إيقاع السامبا أو الريجا أو الإيقاعات الراقصة. إذا روح الفنان ما كانت بخفة الأداء لا يستطيع أن ينقل هذه الحالة التطريبية. ودي عن كابلي، كابلي لما يغني الغنى الثقيل الغنى السماعي يوصل هذه السلطنة للناس، لما يغني الغنى الخفيف الحفلة كلها ترقص وتتفاعل مع الغنى، لأنه هو إنسان عنده أسرار الغنى، يمتلك هذه الخواص بتاعت التكنيك، إنه الانتقال بالمستمع من حالة إلى حالة، الانتقال به من جو إلى جو، من مود لمود، ودي موجودة. سكر سكر من الأغاني الحلوة لكابل الراقصة، وأخونا وحبيبنا دكتور كمال يوسف الموسيقار والأكاديمي المعروف اشتغل هذا العمل توزيع، يعني في فرقة توزيع موسيقي
وانا حضرت له حفل برضه في المركز الثقافي الفرنسي، نفذت هذه الاغنيه موسيقى بحته، برضه وجدت اعجاب ووجدت استحسان كثير من الناس. اسمعها بصوت كابل، استمتع بها. طريقنا المالي نور.
كل حوله اجتمعنا وبيه ربيع أسهل من حسن وحلا قريب نبال نور وبيه ويسال ويوم يوم تنكر يكون جدلي يكون دليل ظاهر مرة هل الدنيا أكبر هل الدنيا أكبر طعم الدنيا أكبر دليل على أن المعايشة ليست وقف على الأغاني الشجية أغاني الحزن ولكن برضو الطرب والفرح بيدي نفس النتيجة وندي نفس التعبير خاصة أنه كابلي برضو عنده قدرة على تلوين الصوت وتغيير الصوت من طبقة إلى أخرى. بعد الفاصل أغنيات أحلى من أغنيات من البرامج. ما بعيد من الفكرة اللي كنا بنتكلم فيها بتاعت المعايشة، الاتصال بالعمل، محاولة التعبير واستخراج المعاني المستورة في النصوص الشعرية الغنائية. ما بعيد من الكلام ده النور الجيلاني، واحد من أكبر الفنانين أصحاب الحالات العميقة من المعايشة مع الكلام مع المعاني من التعبير. وديت برضه لأنه النور برضه ملحن، يعني كثير جدا من أعماله الحنبي نفسه، فهو صار يملك حالتين من حالات المعايشة: المعايشة الموسيقية الأصوات والأنغام والألحان التي أنتجها، مقابل النص الشعري اللي برضه بيحتوي على معاني جميلة وشاعرية وفيها يعني أبستراكشن. يعني جمال عبد الرحيم ده أغانيه فيها شيء من المجاز، ما في أفكار معينة مباشرة تتحول إلى المحبوب، لكن في أخيلة، في صور، في مرائي جمالية كثيرة. برضو كمان كتب لناس إجد الجلاد، اشتغل مع نور الجيلاني. الأغنية دي أغنية العصفور برضو من الأغاني الكبيرة للنور. النور برضو من حياته الجميلة بيحول برضو جزء من الإحساس في التبادل مع الكورس، يشتغل يعمل المقطع جزئية مذهبية، يحول هذه الجزئية للكورس، بيرجع المذهب تاني ويشتغل
النور بيغني في مستوى آخر من مستويات الأداء. دي تتلخص كل الأفكار اللي تكلمنا عنها دي في أغنية العصفور. نسمعها تستمتع بها. مرة في وادي المحنة ومرة في يابا
قلبي طار طاوي حريته بجناح عمره ما مل الرواح طاوي حريته بجناح عمره ما مل الرواح We'll be right back.
المعايشة والتطريب والاندماج في المعاني وفي النصوص. مدرسة الأداء الصوفي في يعني هذه الحالة من حالات الوجد والتشبع بالمعنى والتعبير عنه. احنا يعني لما نقول التعبير الصوفي في التعامل ما بنقصد به يعني اللالوبة والمرجوعة وكده، لكن هي هذه الحالة، حالة الوجد والمعايشة، وموجودة وبشكل أخضر عند النور وعن شيخه الأكبر الفنان الكبير خضر بشير. على ذكر خضر بشير برضو تحية خاصة لعازف الماندولين المتميز والموسيقار ورائد أغنية الطفل سليمان زين العابدين. ننتقل برضو من هذه الحالة، حالة المعايشة، العصفور ذكرنا برضو الطير المهاجر بتاعة وردي، وبتذكرنا صلاح أحمد إبراهيم وهجرة عصافير الخريف برضو حلنجي وردي، ويا طير يا ماشي لأهلنا صالح الضي. هذه البانوراما كلها بتجي للذهن عندما نسمع أغنية العصفور لنور الجيلاني بهذا الأداء الباهر، الأداء المجود والمتقن. نسمع برضو حالة أخرى من حالات المعايشة العميقة، نادر خضر، مصطفى السيد أحمد، وصلاح حاج سعيد، حزن النبيل، في واحدة من أفضل التسجيلات التي تزخر بها مكتبة النيل الأزرق، وفيها نادر خضر جلة تجليات كبيرة جدا صراحة يعني العمل ده. و أي مصطفى السيد أحمد خط أسلوب، خط بصمة، عمل الاختراق الأول الأساسي في العمل، لكن نادر برضو عمل فيه جو، عمل فيه حالة مختلفة بأسلوبه بصوته بتطريبه، ودي ميزة مشاركة الأداء في الأعمال الكبيرة. نسمع العمل ده ونستمتع به. Thank you.
ما قصرت في حقك ولا كان عرف غيرك صادفة. الموعد
سوا مع الهوى ماشيين على سكة عدم اهو نحنا في الارض سوا أنا والحسرة والأسف داي الأداء وهذه المعايشة ولا تعليق نديدي واحدة من الأغاني الكبيرة التي برضو صعدت بسيف. نحن دائما نقول في زي ما في فنانين نجوم في أغنيات نجمات نقدر نقول يعني أغنية اكتسبت شهرة من ضمن أغاني الفنان كله إذا كان سيف الجامعة إذا كان صلاح الدين البادية بيكون عنده أغاني أيقونات هم ذاته بيجوا يعني عندهم نجومية خاصة وعندهم مكانة خاصة وسط المستمعي الفنان وجمهوره الخاص برضه يعني منا نديديديا والعميري برضو كتبها. نحن طبعا العميري بنعرفه كفنان درامي كممثل كمغني لكن كتابة الأغنية عند العميري دي من الحياة اللي عايزة الناس تبحث فيها وتقف عندها. كتب أغاني كثيرة وحتى اللوحات بتاعت المسرحيات اللي كان بيشتغل فيها مسرحيات الأطفال وكان برضو يتعاون مع مسرح العرائس كان يكتب هذه اللوحات الغنائية البسيطة الطقاطيق اللي بتتخلل المشاهد المسرحية في مسرح العرائس الذي ظل يتعاون معه هو وصديقه المخرج المسرحي والإذاعي الكبير خطاب حسن أحمد ودي الرباعة وجيل ونشأوا مع بعض. فهو من طراز هذه المدرسة في الشفافية الحساسية العالية الرقة معه برضو حبيبنا وصديقنا الفنان الكبير علي السجيد يعني هو من هذه الطينة وهذا الطراز العزب. نديدي واحدة من الأغاني الكويسة بعض النقاط اللي بتكلم عن تطور الأغنية السودانية من ناحية الكلمة زي سعد الدين إبراهيم مثلا بفتكر إنه هذه الأغنية فيها يعني المونولوج أو الحوار الداخلي بين الشاعر والمحبوب وفيها رد برضو هذا الرد متخيل لم يأتي صراحة على لسان المحبوب لكن تخيلوا إنه بيقول له كده يعني وفكرة الصنوان أو الندين دي الموجودة في الأدب كثير وحتى قال سلوت إلفي إذ به ازدهرت والإلف إن فارق الإلف يموت. ففي بعض الطيور بتكون في شكل أزواج إذا مات الزوج واختفى لأي سبب أسباب يموت هذا الإلف. وهذه موجودة في الشعر القديم وموجودة أيضا في الطبيعة أحيانا. نسمع الأغنية دي والسيف برضو عمل لها رمية وعمل لها مذهب أول وعمل فيها شغل بتاع معايشة دقيق. وهذه الأغنية برضو اشتهرت لما السيف أنتج من القاهرة الشريط بتاع وصيتني وصيتها اللي كانت برضو من الأغاني اللي وجدت استحسان ووجد استماع. بكده نكون اختتمنا اغنياتنا البرامج هذا اللقاء في هذا الاسبوع على امل ان اتجدد اللقاء بكم الاسبوع القادم باذن الله. تحياتي لمستمعينا على البي ان اف ام مصعب الصاوي تحيه لكل اهلنا في السودان داخل الوطن وخارجه الى ان نلتقي في لحظات حلوه شجيه مساء سعيد الى اللقاء. يا نديدي يا
الأغنية جاية جاية وجديدة. أي صوت نادي صوتي ويشريان وريدي، أي صوت نادي صوتي ويشريان وريدي، الزمن قاس الملام وانت وانا تسيري يا نديدي يا نديدي. يا مصابيح
يا نديدي